اسمه شقيق بن سلمة عن عبد الله قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، هل نام حتى أصبح ولم يصلي الفجر، أم نام حتى أصبح ولم يصلي شيئا من الليل؟ هذا محتمل وذاك محتمل. قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه أو قال في أذنه. كيف يبول الشيطان وأنت لا تشعر ببوله؟ بول الشيطان ليس كبول بني آدم، والحديث على ظاهره. نعم، طبعا هناك من يؤول ذلك فيقول اختلفوا في معناه، قال ابن قتيبة معناه أفسده الشيطان، قال المهلب والطحاوي آخرون واستعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه، قال الحربي معناه ظهر عليه وسخر منه، قال قضى يده ولا يبعد أن يكون على ظاهره، وخص الأذن لأنها حاسة الانتباه. ما المعنى أن يكون على ظاهره؟ ولماذا نصرفه عن ظاهره؟ طريقة التي يعلمها الله ولا نعلمها.